أشاد أهالي مدينة كريت بقرارات خلية الأزمة للوقاية من كورونا في صلاح الدين، داعين المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامتهم من هذا الوباء الخطر. احنا نشكر خلية الأزمة والسيد المحافظ وعلى الجهات الأمنية وكل من جاهد أو عمل في هذا الحظر التجاري الجزئي. طبعا هو من صالح المواطن ومن صالح أنا كعامل وصاحب محل، يفيدني طبعا لأن أطلع أشتغل الستة المغرب، يعني كلش مناسب. أحب أشكر الجيش الأبيض اللي هو الكوادر الطبية على ما يبذلوه من جهود طيبة وسهرانين ليل ونهار في خدمة المواطن. طبعا هاي الاجراءات احنا اخذناها، طبعا لازم ناخذها بالعمل وما ناخذها بالبيت من تعفير وتعقيمات ولا اخره. طبعا هي خطوه مباركه وتشيل من كاهل المواطن، كون انه المواطن تحمل اكثر من طاقته، تعرف محلات معزله، ايجارات مطلوبه من عند صاحب المحل، ولهذا خطوه جيده حقيقه تتخذها خليه الازمه بفتح الحظر التجوال الجزئي. حقيقة لي حد الآن الشارع بتكريت أو بصورة عامة بصلاح الدين متهاون بهاي الإجراءات، لأن بسبب أكو عالم مصدقة أكو عالم ما مصدقة بهذا الوباء، فأنا أشوفها حيل متهاونة. ونرجو من المواطنين يعني اتخاذ الإجراءات الوقائية بكل حذافرة، لأن حقيقة نلاحظ انتشار هذا الوباء بصورة يعني غير طبيعية. احنا هسه بالبيت، كل بيت صلاح الدين سواء بالعراق عنده مسنين وكبار بالسن، وهم اللي اكثر عرضه لهذا الوباء. احنا نختلط، يمكن تكون مناعتنا قويه بس هم يكون مناعتهم اضعف من عندنا طبعا 100%، فهذا ياثر سلب علينا. اكيد نشكر قواتنا الامنيه ونشكر الجيش الابيض اللي هم خط الدفاع الاول، وصراحه احنا نايمين ومتنعمين بال لو ما هم فضل لهم اولا وفضل لله سبحانه عز وجل، هم قدموا الكثير لنا.